في هذه المنافسة في شوطنا الرابع عشر الذي انطلق قبل قليل، شوطنا الرابع عشر والذي يحمل تحديات الابكار من فئة الانتاج. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة اسير الى المركز الاول والى صدارة الشوط الى المقدمة هنا مع الطيارة اللي على المركز الاول خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، بينما انتقل الى المركز الثاني كيف لسلطان بن عبد الله بن سالم المسافري. نقلتنا التالية الى المركز الثالث والى بشاير خليفة بن سالم بالضبيعة الاكتبي، رابع المراكز مع انطلاقة وتحديات الهدى ناصر بن حمد بسم المنصوري، بينما المركز الخامس وخامس المراكز هنا للاندفاع الجميلة من خلال هذه الأسماء التي تندفع في تحديات وانطلاقة هذا الشوط. وصلت المزن لعبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي، وتحركت الشاهنية هزاع بن حمد بن محمد الدرعي، وبدأت الأسماء تختلط في بعضها البعض في منافسة في تحدي في انطلاق وتنافس جميل هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة. وصلت ايضا هنا مذيار مسلم بن يحيى الحرسوسي، هنا مع هذا الاندفاع الجميل، هناك مع هذه الانطلاقة الجميلة من خلال هذا السيل الجار في السيل اللي يحمل الأصايل من فئة الانتاج. يا سلام يا سلام يا سلام، لكني بعود إلى الشعار الأول، إلى الشعار الذي يحمل تحديات هذا الشوط والهدة، الهدة وانهدت على المركز الأول، الهدة لناصر بن حمد بسمة المنصوري يقدم لنا هذه العروض الجميلة بانطلاقة هذا الشعار بتحديات هذا المستوى الكبير، بينما المركز الثاني الشاهنية القادمة لهزاع بن حمد بن محمد الدرعي، بينما المركز الثالث مذيار مسلم بن يحيى الحرسوسي. وصل الحرسوسي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع فهذه هي حشمة لعبد الله بن السهيل بالدحبة العامري، يقدم لنا حشمة متحركة بأدائها بانطلاقاتها وأسياد القادمة لسالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، قادمة مع أسياد. هنا الأداء، هنا المنافسة، هنا الصراع، هنا النزاع والقوة المميزة ما بين هذه الأسماء الجميلة. لكني بعود إلى بسمة، بعود إلى انطلاقة الهدى ناصر بن حمد بسمة المنصوري. بدينا ننعطف رويدا رويدا هنا مع اقترابنا من الكيل والمتر الأخير، الكيل المثير، الكيل اللي يحمل اندفاعة هذا الانطلاق والتحدي الجميل. من وصل من تحرك هنا مع هذه الاندفاع؟ وصلت هنا حملولة حمد بالدودة بن سالم للأسود العامري، يصل هنا وتحركت هنا، تحركت حشمة عبد الله بن السهيل بالدحبة العامري. يا سلام، هنا العودة، هنا العودة إلى الأداء، إلى الانطلاق، إلى الشكل، إلى الإبداع، إلى حملولة حمد بالدودة بالأسود العامري. لكن القادمة هنا سلهودة راشد بن سلطان بالسالومي الدرعي، يتقدم مع سلهودة، وصل بالسالومي، وتحركت الأسماء واشتد الصراع واشتد النزاع. شوفوا للي في المركز الرابع يوم حركوها الفايزة محمد بن أحمد بن صالح العامري، لكن بالأسود راح مع هملولة حمد بن دودة بن سالم بالأسود العامري.
العامري يحقق الفوز، يحقق الانتصار، يحقق الابداع في جائزة زايد الكبرى في هذا المهرجان الكبير. هملولة 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 تنتزع هذا الشوط. تهانينا لحمد بدودة بن سالم بن اسود العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سلهودة راشد بن سلطان بن سالم الدرعية. المركز الثالث الفائز محمد بن احمد بن صالح العامري. المركز الرابع مع حشمه عبد الله بن السهيل بالدحبه العامري. والمركز الخامس كانت مع الفائزه سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. اذا متابعينا الكرام، منافسه شيقه ورائعه للغايه من حماس وتحدي. شوفوا الجماهير اللي تتابع واللي متحمسة بالأداء الأخير مع جولة الأوامر الأخيرة التي أيضا هنا مع هذه الانطلاق الجميل والتحدي الرائع. إذا بالأسود هو البطل لناموس هذا الشوط مع هذه الانطلاقة الجميلة. التوقيت الزمني 6 دقائق ثانية واحدة بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لمالك هملولة حمد بدودة بسالم بن اسود العامري. بينما المركز الثاني كانت هنا سلهودة لراشد بن سلطان بسالم الدرعي. وتوقيت الزمني 6 دقائق ثانية وستة اجزاء من الثانية هو التوقيت للمركز الثاني. بينما المركز الثالث كانت الفائزة لمحمد بن احمد بن صالح العامري. والتوقيت الزمني المرافق لأداء المركز الثالث هنا في تحديات هذا الشوط وفي هذه الانطلاقة المميزة هنا 6 دقائق ثانية واحدة وتسعة اجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني المرافق لهذا المركز. ثانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا